ألف مبروك حبيبة بابا. الله يبارك فيك يا بابا. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا عروسة. عايزين بقى ننجز ونجيب السبكة على سن خير البر وعجله إن شاء الله. متقلقش يا ابني، المرة دي هتظبط إن شاء الله. ما هم بيقولوا التالتة تابتة. اللي أنت بتقوله ده تالتة؟ تالتة زي إيه يا حاج؟ أنت ما قلتليش يا ابني إن بسمة اتخطبت قبل كده. لا خالص، أصل الأعمار بيد الله. قصدك الجواز اسمه نصيب؟ لا، الأعمار بيد الله يا أنت. بتبرقي لي كده ليه؟ ما تركزش معايا يا حاج. حاضر. ما أنا هقول لك. حاضر. حبيبي بابا دي كل ما تقدم لها عريس يقرا فتحتها نقرا احنا فتحته. يا خبر اسود. لا بابا قصده ساعات حظي وحش. اللي انت بتقوله للناس ده مش بقول الصراحه، ده ابنهم لازم يخلوه يقرب من ربنا شويه قبل ما يقابل رب كريم. اشمعنى يا حاج؟ في ايه؟ ما انا هقول لك كل حاجه يا حاج. اتفضل. بص حبيب بابا دي اول واحد اتقدم لها بابا. معاد الدواء. هو الدواء بقى يعمل حاجه؟ من يوم ما اتولدت ما بيعملش حاجه. خليك معايا يا حاج. معاك. انا ما صدقت الاقي حد احكي له. اتفضل اتفضل. اول واحد جه يخطب حبيبه قلب بابا دي وهو نازل في الاسانسير وقع عليه فتفته بقى عامل زي التونه اللي مفتفته. يا ريت قطعه واحده. يا ساتر يا رب يا الله. ارضى الله. طيب والتاني ده مات برضه يا حاج؟ لا عايش. لا ميت كلينيك. اخر مره سالت الدكتور قلت له الواد اخباره ايه؟ قال لي استغفروا لاخيكم انه الان يسال. قال لي انا بفكر اجيب حقنه هوا عشان ارحمه من العذاب اللي هو فيه. انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت لو متبنيني مش هتعمل كده. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يلا بينا. اصبري اصبري. يلا بس. بابا ماما في ايه؟ دي مسائل قدريه احنا المسؤولين عنها. كل ما يحدث في حياتك انت من تكذبه اليك. مش عايزين الطاقة السلبية تاخدنا، أنت من تكذب السعادة بيدك. بقول لك إيه؟ شغل التنمية البشرية ده مش هينجيك من الموت. موت ليه بس يا بابا؟ يا ساتر يا رب، في إيه؟ ما ينفعش نفكر في الأشياء ديت، لازم نفكر في أشياء جميلة وإيجابية زي ما قال الدكتور إبراهيم الفقي. عاجبك كده؟ هبوظ لي الجوازة. ما هي بايظة بايظة، حرام الواد لسه صغير نسيبه يعيش شوية. طب معلش يا حاج سؤال بس. اتفضل. العريس ده اللي كان بيجراله كان بيجراله هو بس ولا بيجرى لأهله كمان؟ أهله كلهم. يا نهار اسود ونيل، دي سرها باتع. ايه ده؟ وصل وصل وصل. بيقول لك وصل، دي جوازه طين ومنيله بستين نيله. يلا نقفل بجلدنا. انا عايز اموت موتة ربنا. يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. يا بابا يا ماما دي صدفه، دي لمبة وعمرها الافتراضي. انت بتكبر المواضيع ليه؟ يلا نشوف هنجيب السبكة امتى. بسرعة يا ابني، هي حاجة تفكرنا بيك برضه. ده انت لو عايز تطفشه مش هتعمل كده. انا رأيي بكرة ننزل نجيب السبكة وخير البر عاجله. عاجله في ايه؟ انت كويسة؟ كويسة؟